السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن 3 قصص في اليقين. الأولى في يناير عام 2002 من إقليم بلوشستان في باكستان، وكذلك من كابول في أفغانستان. في شهر ديسمبر، على 20 ديسمبر، ذهبت لزيارة باكستان ومنها لبلوشستان لأرى اللاجئين الذين أتوا من أفغانستان عن طريق قندهار للحدود والصحراوات في بلوشستان. وذهبنا من هذا المكان إلى قندهار وجلسنا في عدة أيام، ورجعنا مرة أخرى لبلوشستان في كويتا، وكان لنا محاضرة هناك، وانتقلنا من هناك إلى كابول عن طريق إسلام أباد. طيارة الأمم المتحدة دخلتنا هناك. استمرت الزيارة بتاعتنا في أفغانستان في الوقت ده. كان في معيتي في هذا الوقت الأستاذ سكندر علي اللي هو كان مسؤول أفغانستان، وذهبنا نلف كل المناطق النائية في أفغانستان. وصلنا لمزار الشريف، وصلنا للحدود الأوزبكية الأفغانية، وحبينا ندي رسالة للعالم كله. وكان شهر يناير شهر تلج، يعني رسالة للعالم كله ان الموضوع امن، ممكن الناس تيجي تشتغل هنا. وفي اخر يوم عملنا حفل استقبال لكثير من المؤسسات والدول العالميه، منها الجزيره والانبي والشرق الاوسط، تلفزيون الشرق الاوسط، وجم عندنا فعلا في المكتب علشان حفل العشاء هذا. بعد حفل العشاء انا توجهت علشان اعمل لقاءين مع البي بي سي البريطانيه فوق سطح عماره كبيره، وكان الدنيا تلج يعني بالليل، ورجعت البيت. طبعا في الوسط هذا اليوم بالذات واحنا في الاسواق في كابول عجبني الكباب الافغاني وحبيت اجربه. قمت واخد لي سندوتش كده بالعيش الكبير بتاعهم، وحطيت فيه 2 صباع محترمين، ويلا اديله، واديت له. كانت هي اديله اديت له بعد الساعة 11 بالليل، وبعد ناس ما مشوا خلاص، وانا قعدت لوحدي في السكن داخل المكتب بتاع الإغاثة الإسلامية. بدأت أشعر بآلام غير عادية وبإسهال وقيء غير عادي، اللي هو القيء المندفع، اللي هو يخليك أنت يعني لو أنت بتتقيء على حد ممكن يمشي مثلا القيء بتاعك ده 3 أو 4 متر إلى آخره. ودخلت الحمام فعلا ما لا يقل عن 9 أو 10 مرات إسهال مائي زائد قيء. وأنا في الحمام وهنا الدرس، تيقنت أن الله شافيني، فلذلك أنا إن شاء الله حاخد العسل الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى يخرج من بطونه ما فيه شفاء الناس. وأنا في الحمام تذكرت هذه الآية الكريمة وخرجت. كنا شارين عسل من جبل السراج، وأخذت معلقة كبيرة من العسل، ودخلت ثاني بعدها ممكن ربع ساعة ونص ساعة في قيء وإسهال مائي إلى آخره إلى آخره، لغاية ما فقدت يعني كمية كبيرة جدا من الأملاح والمعادن والمياه، وبدأت أرتعش وبدأت درجة الحرارة ترتفع، حتى أن كل العمال في المكتب بدأوا يبكوا علي وحاولوا أنهم يودوني مستشفى. وطبعا شفت المستشفيات هناك لا تسمن ولا تغني من جوع، وقلت لهم لا، أنا أموت في وسطيكوا أحسن. فنمت على السرير، وجابوا لي دفاية عند رجلي، وده جابوا لي دفاية عند رأسي، وغطوني بلحافين أفغانيين. اللحاف فيهم ممكن مثلا يكون وزنه طن لوحده من كتر هذا الوزن. وكان عندي يقين اللي انا تيقنت وانا في الحمام ان العسل باذن الله هو شافيني. ونمت وكل يبكي. نمت حوالي الساعة 2 صباحا كده، واستيقظت الساعة 4 او 4 ونص صباحا عشان صلاة الفجر. وحبيت اخش الحمام لقيت مفيش حاجة بتخرج، وحبيت اتقيأ ما لقيت مفيش حاجة بتخرج. فالحمد لله توكلت على الله، وعرفت ان الله سبحانه وتعالى قد قرر شفائي لتيقني انني باذنه ساشفى من هذه الجائحة الاسهالية والتقيؤية. وخرجنا في العربية، وطبعا ما فيش اي تسهيلات في الطريق، الى ان وصلنا الحدود الافغانية الباكستانية بعد حوالي 6 أو 7 ساعات، لان الطريق كان وعر جدا وما كانش في حاجة. فقط توقفت عند الحدود لادخل الحمام تبول.
ولم يخرج مني أي شيء آخر، واستمرنا في الرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن وصلنا إسلامباد. واستمرت هذه الرحلة ما بين كابل إلى إسلامباد 14 أو 15 ساعة. وهنا هو اليقين الذي هداني الله سبحانه وتعالى إليه، وحتى وأنا في الحمام، وحتى وأنا غير متوضئ، وحتى أنا وأنا غير نظيف في هذا المكان. فاليقين هو جزء من قبول الدعاء. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.